السلام عليكم. من حيث الزمان والمكان جاءت هجمات ميليشيات الحشد العراقية على مواقع للقوات الأمريكية محرجة لواشنطن. فالرئيس الأمريكي جو بايدن ينتهج سياسة التهدئة في العراق لاعتبارات تتعلق بالمفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي. وبالرغم من ذلك فإن بايدن اختار أصغر الخيارات الهجومية ردا على قصف مواقع قواته في العراق. وسط هذا المشهد ثمة من يرى أن ميليشيات الحشد التي قاتلت تنظيم الدولة الإسلامية في العراق تحت حماية ودعم قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن حققت بعض المكاسب من جراء قصف الطيران الأمريكي مواقعها على الحدود السورية العراقية، خصوصا في تلميع صورتها الداخلية التي ترتبط بأعمال القتل والتهجير التي مارستها على أساس طائفي. في هذه الحلقة من برنامج حديث العرب نقدم قراءة سياسية واستراتيجية للتصعيد الأخير بين القوات الأمريكية وميليشيات الحشد المدعومة من إيران، كما نبحث حدود هذا التصعيد وعلاقته المفترضة بالمفاوضات النووية التي يكتنف الغموض موعد انطلاقة سابع جولاتها في العاصمة النمساوية فيينا. نبدأ الحديث بعد متابعة التقرير التالي. تغول الميليشيات المدعومة من إيران وتمددها داخل وخارج العراق جعلها تغتر بقوتها وتستعرض بأسلحتها برعاية حكومية، إلا أن ثمة صفحة جديدة من الرد الأمريكي على تلك الميليشيات بدأ بقصف أمريكي جديد لمواقع ميليشيا الحشد في العراق وسوريا أوقع بين صفوفها عددا من القتلى. القصف الأمريكي استهدف منشآت أسلحة ومركزا لتصنيع الطائرات المسيرة، ووفقا للبيت الأبيض فإن الضربات جاءت مدروسة بعناية ودقة، فيما أعلن البنتاغون أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه بمزيد من الضربات لتعطيل هجمات الميليشيات المدعومة من إيران في العراق ضد المصالح الأمريكية. الضربات الأمريكية للميليشيات وجهت رسالة إلى إيران والميليشيات التي تدعمها، مفادها أن العواقب ستكون وخيمة إذا استمرت طهران بدعم الميليشيات التي تهاجم القوات الأمريكية وفقاً للبنتاغون، ويمثل بداية الرد الفعلي على هجمات الميليشيات، والذي سيكون قاسياً بحسب السفير الأمريكي السابق في العراق دوغلاس سليميان. الخارجية الإيرانية قالت إن ما فعلته واشنطن في المنطقة من شأنه أن يزعزع أمنها، وإن هذا لن يكون في مصلحتها، فهي ما زالت تتحرك في المسار الخاطئ، وإن الضربات في سوريا والعراق جزء من غطرسة أمريكا على حد وصفها. فيما هددت الميليشيات الموالية لإيران في العراق بأنها ستدخل فيما سمته بحرب مفتوحة مع القوات الأمريكية، على لسان زعيم ميليشيا العصائب المدرجة على قائمة الإرهاب قيس الخزعلي. العراق بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أصبح محاصراً داخل النزاع الأمريكي الإيراني على أراضيه، بينما لا تستطيع الحكومة السيطرة على الميليشيات أو منع أمريكا من الرد على ممارساتها. وأكدت أن الحكومة في بغداد أهدرت كل الفرص للحد من استهداف المصالح الأمريكية والأجنبية بالطائرات المسيرة التي تطلقها ميليشيات تتلقى رواتبها من ميزانية الدولة. إذن قصف متبادل وتصعيد بين الميليشيات العراقية المدعومة إيرانياً وبين القوات الأمريكية يأتي وسط ظروف خاصة يكتنف الغموض موعد انطلاقة سابع جولات المفاوضات النووية في فيينا بين إيران والمجموعة الدولية، ووسط انتخاب رئيس إيراني رجل دين شيعي متشدد على رأس السلطة في إيران. عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو العميد أحمد رحال المحلل العسكري والاستراتيجي، كما يكون معنا عبر سكايب من لندن الدكتور فارس الخطاب الباحث السياسي. مرحبا بكما ضيفينا الكريمين. لو بدأنا في الاستوديو، أعمال عسكرية متعددة سبقت هذه المرحلة، شاهدنا في فبراير شباط الماضي وشاهدنا في العام الماضي من الطرفين. أريد أن أسألك عميد أحمد، هل تقرأ بحسك العسكري والاستراتيجي ثمة اختلاف أو فارق بين هذه الهجمات الأخيرة وبين سابقاتها على مستوى المواقع المستهدفة وعلى مستوى نوعية الهجوم؟ بداية مساء الخير، تحياتي إليك وتحياتي لضيفك الكريم وتحياتي لكل السادة المشاهدين. من حيث المبدأ خلينا نكون أمام قناعة مطلقة،
من أنه الوجود الإيراني أو الميليشيات الإيرانية سواء في العراق أو في سوريا ليست هدفا لأمريكا ولا هدفا لإسرائيل ولا تشكل مشكلة، بدليل أن العراق من قدم إلى إيران على طبق من ذهب كان من قبل القيادة الأمريكية. لكن الميليشيات الموجودة في العراق والتي تشكل زعزعة لاستقرار القواعد الأمريكية في العراق أو تهدد الوجود الأمريكي في العراق يمكن أن تؤدب في بعض الأحيان. أيضا في سوريا وجدنا من أن دخول حزب الله ودخول الميليشيات الإيرانية وأكثر من 58 ميليشيا من أفغانية وباكستانية ومن الحشد الشعبي لم تكن إلا بموافقة أمريكية وإسرائيلية، لكن كان المطلوب منها أن تحافظ على نظام الأسد. عندما قامت بتغيير بعض موازين القوى ونقلت وسائط الإنتاج الأسلحة من طيران مسير وأسلحة صواريخ ذات دقة عالية ومؤخرا تصنيع راجمات صواريخ التي قصفت بها مؤخرا المواقع الأمريكية، هذا الأمر يتطلب تدخل إسرائيلي أو تدخل أمريكي. هلأ بالعلاقة الأمريكية الإيرانية اليوم في عندهم مفاوضات، والمفاوضات عودتنا إيران أنه دائما قبل أي مفاوضات قبل أي استحقاق قبل أي اجتماع أن تقوم بعملية التصعيد العسكري، وبالتالي حاولت إيران من خلال العمل المؤخرة أنه تكسب مزيد من النقاط كي تقول أنا أملك الكثير من الملفات، أستطيع تغيير موازين القوى في اليمن، أستطيع تغيير موازين القوى وتهديد الوجود الأمريكي في العراق، أستطيع تهديد الوجود الأمريكي شرق الفرات، أستطيع من أكثر من مكان أن أقوم بعمل. طيب طيب هو عفوا عميد أحمد، يعني أنت هذا موضوع ارتباط هذا الهجوم بالمفاوضات النووية ربما سنفرد له في آخر محاور هذه الحلقة محورا مستقلا، لكن من حيث القوة الأمريكية المستخدمة في عملية القصف 17 قتيلا في أحد العمليات القصف التي طالت هذه الميليشيات 17 قتيلا وعلى الحدود السورية العراقية، بينما الميليشيات تستخدم الآن صناعة عسكرية إلى حد ما متقدمة ولا بد أن هناك من يدعم هذه الصناعة وهي طائرات مسيرة، يعني حتى المحللين الأمريكيين يقولون بأن الطائرات المسيرة انتشرت في ميليشيات المنطقة عسكريا استراتيجيا، هل ثمة دلالة معينة؟ هذا الموضوع المقلق بالنسبة اليوم ليس للولايات المتحدة الأمريكية إنما لأكثر جيوش العالم. معظم جيوش العالم كانت تمتلك الطائرات، الولايات المتحدة الأمريكية أول ما صنع طائرة الجيل الخامس عام 2007 ورفضتها بالطائرة رابتور عام 2013، لكن اليوم ما حصل من انقلاب بالمفاهيم العسكرية بالمسيرات استطاعت كل الدول أن تمتلك قدرات على التأثير على أكثر الدول المتطورة كالولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الدرونز، وهذا الأمر الذي أقلق الأمريكيين، وهذا الأمر الذي يحاول الإيرانيون من خلاله تغيير موازين القوى. وأنا قلت منذ قليل نقل وسائل الإنتاج إلى سوريا، وبالتالي اليوم طائرات الدرون التي أصبحت تصنع في قاعدة التيفور، الصواريخ التي تصنع اليوم في مراكز البحوث العلمية، راجمات الصواريخ التي تصنع في معمل سفيرة في معامل سفيرة في حلب أصبحت تشكل قوة إيرانية تستطيع تغذية الجهود لميليشياتها بحوالي 110 ألاف مقاتل موجود اليوم داخل الأراضي السورية. مقاتل أجنبي، مقاتل أجنبي إيراني أو ميليشيات ولائية تتبع لإيران. أيضا اليوم هناك مشكلة فيما بين العراق وسوريا أن البوابة العراقية أصبحت تسيطر عليها إيران، وأقصد ما بين التناف والبوكمال هناك 55 كيلومتر ما زالت بيد الأمريكان، لكن بقي 130 كيلومتر ما تزال بيد إيران، وهذا الأمر يجعل من إيران القدرة على التنقل ما بين طرفي الحدود على السيطرة على تشكيل خطورة، وبالتالي ما أرادت أن تقوله إيران من أنها قادرة على نقل المعركة من العراق إلى سوريا وبالعكس قادر على التأثير ليس فقط على القواعد الأمريكية داخل العراق بل أيضا الوجود الأمريكي شرق الفرات قادر على التأثير عليه. وهذا ما تنبهت له الإدارة الأمريكية عندما قال جو بايدن في أول تصريح مع بدء ولايته في رئاسة الجمهورية قال المفاوضات الجديدة إذا ما كانت هناك مفاوضات لن تكون كسابقاتها على دور أوباما، بل أن المفاوضات لن تمنع قيامنا بضربات عسكرية. هلأ الضربات العسكرية وهي النقطة المهمة إن كانت على دور أوباما سابقا أو على دور ترامب أو على دور بايدن لم تكن ضربات تمثل القوة الأمريكية الثقل الأمريكي، وهذا ما تستفيد منه إيران. النقطة المهمة التي
تعطى لإيران أنها تعطيها مادة إعلامية تستطيع إعادة مراكزها رغم كل الضربات التي تتلقاها. سبب عدم أو سبب الليونة أو النعومة في الرد الأمريكي على هذه الميليشيات سنبحثه بعد الفاصل، لكن دعني أذهب إلى لندن لأسأل الدكتور فارس خطاب، أي قراءة سياسية يمكن استخلاصها من هذه الهجمات المتبادلة من الطرفين وخصوصا على مستوى التوقيت؟ نعم، تحياتي لك وللأخ العميد رحال ولبقية السادة المشاهدين لهذه القناة. في الحقيقة هناك أمور كثيرة ترتبط بهذه ربما الخطوات التي أقدم عليها جو بايدن، في حين ظن الجميع أن الرئيس الأمريكي الجديد سوف يكون بمعزل عن تصعيد الموقف في العراق، عكس ما قام به ربما الرئيس السابق ترامب حينما استهدف الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في عملية ربما كانت نوعية وأثرت كثيرا على موازين القوى الرئيسة للحرس الثوري الإيراني في المنطقة. لكن الرئيس بايدن ربما لاحظ أن إيران تتحكم في تصعيد الموقف في العراق بالشكل الذي ربما أولا يفقد هيبة الولايات المتحدة الأمريكية كدولة عظمى ودولة ذات قوة وتأثير فعال، وخسرت آلاف عشرات آلاف الجنود كضحايا، وأيضا خسرت مئات المليارات أو التريليونات من الدولارات في هذه الحرب على العراق، ولا تريد أن تخرج من هذا البلد بتأثير إيراني سمحت به هي على اعتبار أن أفضل من يستطيع تدمير العراق ومنعه من النهوض مجددا ليشكل خطرا على المصالح الغربية وعلى إسرائيل على وجه الخصوص هي إيران. وفعلا كان الاختيار بالنسبة لواشنطن اختيارا موفقا، لكن يبدو أن هناك خروجا عن الخطوط الحمراء المرسومة لإيران في هذه المنطقة. القيام باستهداف القواعد الأمريكية سواء عين الأسد أو السفارة الأمريكية أو مطار بغداد أو القاعدة الأمريكية في أربيل أو مطار أربيل وغيرها، ويعني استهدافات كثيرة أيضا لأرتال عسكرية وأرتال مدنية كانت تقدم الخدمات للقوات التحالف وقوات الناتو، كلها ربما دفعت الرئيس بايدن لأن يرد على هذه العمليات بضربات كانت الأولى في فبراير من هذا العام والثانية الآن، ربما من باب الإنذار لهذه القوى وإنذار من خلفها لإيران بأنهم يجب أن لا يتمادوا وأن أمريكا لن تتردد في حفظ سمعتها وحفظ هيبتها وأيضا حفظ مكانتها ووجودها في العراق، الذي ربما هناك قرار مركزي أمريكي بعدم ترك هذا البلد بأي شكل من الأشكال. لذلك الموقف السياسي هو موقف بين إرادتين، إرادة أمريكية تريد أن تثبت واقع حالها في هذا البلد ومقدار قوتها ومقدار تأثيرها في التحكم بالقدرة على حماية حلفائها من هذا الموقع، وبين إرادة إيرانية تريد أن تطرد هذه القوات ل يسهل عليها التسلل والانسياح في كل بلاد الشام، وأيضا ربما بحسابات بعيدة تشكل خطرا ربما في لحظة ما على أمن إسرائيل. طيب نعود إلى الاستوديو عميد أحمد، يعني نبقى في الدلالة العسكرية والاستراتيجية. الأمريكيون تعرضوا لهجمات في في في, في العراق، لكن لماذا اختار الأمريكيون من الناحية العسكرية ومن الناحية الاستراتيجية الرد على الميليشيات في سوريا وليس في العراق؟ يعني أولا هناك شبه اتفاق ما بين القيادة العراقية وبين الولايات المتحدة الأمريكية من أن عدم إحراج رئيس الوزراء الكاظمي، لأن اليوم رئيس الوزراء الكاظمي يحاول أن ينحو بالعراق إلى علاقات قوية مع الجوار ومحاولة خلق العراق كنقطة تلاقي وليس نقطة اختلاف، محاولة أن يكون العراق معتدل في علاقاته مع الجميع، وبالتالي جو بايدن يفضل أن تكون الضربات في سوريا. ومع ذلك دفع الكاظمي أو دفعت الحكومة العراقية إلى إصدار بيان، إلى إصدار بيان يعني يدين هذه الهجمات. بالضبط، هذه بمحافظة على سيادة العراق، لكنها ليست كما قال الخزعلي أو كما قال البقية من أنه سيستهدفون ضربات. اثنين،
قدرة إيران على رد داخل الأراضي العراقية متداخل المواقع ما بين قواعد أمريكية وبين حشد شعبي ما بين جيش عراقي، وقدرة إيران على المناورة داخل المواقع العراقية أكثر، وبالتالي تستطيع التأثير أكثر. بينما في سوريا هناك خط فصل وهناك وجود الروس الذين يستطيعون في مرحلة من المراحل من تحجيم نوعا ما الدور الإيراني أو الرد الإيراني أو التعدي الإيراني. وبالتالي جو بايدن يسعى إلى الرد في سوريا لعدم إحراج القيادة العراقية، اثنين لأن الرد في سوريا يكون أضعف للإيرانيين من الرد في العراق، لأن قدرات إيران في سوريا أضعف من العراق، لأن هناك الحشد الشعبي وهناك القدرات الصاروخية وهناك الدبابات وهناك المدفعية وواوا، هذه القدرات غير موجودة في سوريا. أيضا هناك نقطة مهمة اليوم، أنه هالرسائل أنا بعتبرها أيضا جو بايدن أراد في هذا التوقيت أن يعطي بعض الرسائل. رسالة الأولى الرئيس القادم الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي الواصل الحكم. اثنين، أراد أن يقول من أن الإدارة الجديدة إدارة بايدن لن تكون على نفس طريقة إدارة أوباما الديمقراطية التي تهاونت لمرحلة غير محدودة، سواء بالاتفاق السابق مع إيران أو في التعامل مع إيران. يعني لأول مرة نسمع الاحتفاظ بحق الرد، هذه المقولة تقال من قبل الدول الضعيفة وليس من دولة تقدم نفسها على أنها رائدة العالم ومن أنها الدولة الأولى في العالم وسياسة القطب الواحد. أيضا رسالة الحرس الثوري الإيراني من أننا نحن قادرون على عملية تقليم أظافركم ساعة نشاء، ومن أن ما قام به ترامب من قتل المهندس أو قتل قاسم سليماني نحن قادرون على هذا العمل. لكن الواضح أن الإدارة الأمريكية لا تريد معركة مع إيران، لا تريد معركة مع الحشد الشعبي، لا تريد أن تبقى على توافق. وأقول مرة أخرى أن إيران التي دخلت إلى سوريا وكل الميليشيات دخلت إلى سوريا لم تكن بعيدا عن الإرادة الأمريكية ولا الإرادة الإسرائيلية، لكن ما تريده أمريكا أن تقول من أن كل القوى التي تتواجد في المنطقة لا مانع، سواء إيرانية أو روسية أو حيثما كانت، لكن أن تبقى تحت المظلة الأمريكية، تبقى تحت الرعاية الأمريكية، تبقى عدم امتلاك أي تأثير على الوجود الأمريكي. وبالتالي معظم الضربات، يعني هذه الضربة اللي نفذت مؤخرا الولايات المتحدة الأمريكية ماذا قالت؟ قالت هذه ضربات استباقية، كان هناك عمل يحضر من أجل توجيه ضربة إلى القوات الأمريكية فقام بالعمل. نفس الشيء عم تقوم فيه إسرائيل، إسرائيل معظم ضرباتها لصواريخ قادمة حديثة، لرؤوس حديثة، صواريخ أو طيران مسير يمكن أن يخلق بعض الاختلاف في التوازن أو يقلب التوازنات. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية هناك من قال الضربات وكأنها ضربات صديقة بالخطأ. هو هذا ما نريد أن نبحثه، لكن ربما بعد قليل محدودية الردود الأمريكية على هجمات الميليشيات العراقية الشيعية المدعومة من إيران بالرغم من أنها تنال هيبة أمريكا، نريد أن نعرف الإجابة ولكن بعد وقفة قصيرة. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن التصعيد العسكري المتبادل بين القوات الأمريكية والميليشيات العراقية المدعومة من طهران. نذهب إلى لندن دكتور فارس، دائما ما تتسم ردود واشنطن العسكرية على هجمات ميليشيات الحشد تحديدا وخصوصا يعني في العراق بالروية والمحدودية، يعني علما أن هذه الهجمات يعني هجمات الميليشيات على المواقع الأمريكية تنال مواقع حساسة يعني مطارات وأحيانا تطال السفارة، هل من تفسير سياسي ما لهذا اللطف مع الميليشيات إذا صح التعبير بينما نرى شراسة أمريكية في جهات أخرى أو مع في أماكن أخرى؟
هو في الحقيقة ربما السبب عسكري وليس سياسي بحت. أمريكا تعي أنها تريد أن تسحب الميليشيات المؤتمرة بأمرة إيران، تريد أن تسحب أرجل القوات الأمريكية الموجودة في العراق إلى معارك جانبية داخل العراق، وبالتالي إلى حرب ربما لن تكون في صالح هذه القوات مهما كانت خسائر الطرف ربما المنضوي تحت ألوية الحشد الشعبي أو خارج الحشد الشعبي. هم يريدون أن يقلدوا المقاومة العراقية الباسلة التي ظهرت بعد الاحتلال الأمريكي مباشرة، بأن جعلت الأمريكان يقدمون خسائر بشرية كبيرة في مناطق كالفلوجة وسواها من ربما الشمال العراقي العربي وديالى وغيرها. لذلك هم يعني حذرون جدا من هذه المسألة، ويعلمون أن هذا ربما توجيه من الحرس الثوري الإيراني وتوجيه من القيادة الإيرانية في توريط أمريكا بمعارك داخل العراق لن يكون فيها نصر محسوم للولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها ستتكبد خسائر، ومتى ما تكبدت خسائر فإن ذلك سيؤثر على قرارها السياسي كما هو في الحالة التي ذكرتها. لكن لو وقفنا عند هذه النقطة دكتور فارس، يعني لو توقفنا عند هذه النقطة بالذات، وهو رأي معتبر حقيقة في الآن بين التحليلات السياسية والعسكرية، لكن لو كان هذا معيارا أساسيا لما لجأت أمريكا في عهد ترامب إلى ضرب أهم شخصية عسكرية إيرانية خارج حدود البلاد قاسم سليماني؟ يعني ثمة من يرى أن هذه مخاطرة مجازفة كبيرة ومع ذلك نفذتها أمريكا، ربما هذا يناقض ما تفضلت بطرحه، يعني كيف يمكن التوفيق؟ لا أبدا لا يناقض بل يؤكده، لأن جنرال قاسم سليماني يمثل هدفا استراتيجيا مهما للولايات المتحدة. هذا الهدف تجاوز الخطوط الحمراء وبدأ يوسع نفوذ إيران في سوريا ولبنان وحتى في اليمن وغيرها، لكن ما يهم الولايات المتحدة الأمريكية هو العراق وسوريا الآن ولبنان. قاسم سليماني تحرك ربما بخطوات أكثر من اللازم بالنسبة لنفوذ إيران داخل هذه المنطقة، وبالتالي استحق طبعا مع زميله أبو المهدي المهندس، لذلك استحق أن توجه له ضربة رغم مخاطر هذه العملية ورغم أهمية هذا الهدف، لكنه هدف يصاب من أجل أن تعطل العملية وعدم تمكن ربما خليفته الذين هم يعلمون بشكل ربما موثق من سيكون وكان. ليس بإمكانيات قاسم سليماني وليس بهيبة قاسم سليماني لدى قيادات الدول والميليشيات الموجودة في المنطقة التي ذكرتها. لذلك هذا الموضوع يختلف عن استدراج القوات الأمريكية داخل العراق بعمليات بطائرات الهليكوبتر والقوات المحمولة جوا وربما تسيير دبابات أو إطلاق غارات جوية. هذا ربما سيفجر الصراع داخل العراق وسيجعل الصدام مع ميليشيات لا يمكن أن تحدد بأهداف بعينها. وهناك لدى الجانب الإيراني أيضا حرس ثوري يعني يرتدي ملابس الحشد الشعبي ويقوم بفعاليات باسم الحشد الشعبي، وهم لديهم القدرة على أن يقدموا تضحيات في سبيل تكبيد الجانب الأمريكي خسائر بشرية، والأهم البشرية. يعني الجميع يعلم أن ترامب قال عندما يقتل جندي أمريكي فسأرد على أي عملية إيرانية، وهذا ربما ديدن القيادات الأمريكية لأنها مسؤولة أمام الشعب وأمام الكونغرس عن كل روح تزهق في عمليات خارجية. والعراق الآن يمثل قاعدة أمينة للقوات الأمريكية، لكن إيران لا تريد لهذه القاعدة أو القواعد أن تكون أمينة، وبالتالي أمريكا وإيران يقفون على طرفي ربما توتر على حبل قصير، وأيضا ربما يكون التماس في أي لحظة تفاجأ بها أو يفاجأ بها أحد الطرفين. الولايات المتحدة حذرة، السياسة الأمريكية واضحة، هناك يعني نموذج لا يغيب عن بال الإدارة الأمريكية أبدا، وهو النموذج الحوثي في قهر الإرادة ربما التي تمثلها قوات التحالف العربي والتي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح ولا تقدر ربما في الأموال وأيضا في الهيبة جراء استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ
مقابل ما تمتلك هذه الدولة أو تلك من قوات التحالف من تكسانات عسكرية هائلة لم تستطع أن تحقق شيئاً على الأرض. هذا النموذج مرعب بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضاً هو نموذج بتخطيط وإرادة وصناعة إيرانية. الآن الحرس الثوري الإيراني يصنع ويدرب ويجمع قطع الطائرات المسيرة في داخل العراق على الحدود العراقية الإيرانية، وهذا الأمر ربما معلوم للإدارة الأمريكية والمخابرات الأمريكية. لذلك هناك سعي حثيث من قبل إيران، سعي حثيث من قبل قيادات الحرس الثوري الإيراني. هناك فرق في إيران بين يعني منظومة المخابرات الإيرانية وبين منظومة الحرس الثوري الإيراني، وهذه المنظومة تختلف عن تلك بأن هذه تتبع سياقات الدولة المخابرات، وهذه تتبع بشكل مباشر إلى الولي الفقيه. وهنا أيضا يصعب التحكم بمفردات القيادات التي تأتمر بأمرها سواء داخل العراق أو داخل سوريا أو داخل لبنان، حزب الله على سبيل المثال. المشكل في العراق وفي سوريا وفي لبنان مشكل معقد، لذلك الإدارة الأمريكية تراعي كل خطوة من الخطوات في سبيل أن لا تسحب إلى عمليات تمثل يعني أنا أسميتها حرب العصابات بالطائرات المسيرة أو بالدرونز، وهذا الأمر سيحدث عاجلا أم آجلا. يعني حتى الرد على الغارات التي قامت بها طائرات F-16 وF-15 على مواقع الحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية في أبو كمال وما جاورها، هي سيكون الرد عليها بالطائرات المسيرة، وسنرى كيف سيكون الرد وهو ليس ببعيد. طيب، سمعت ما قاله ضيفنا من لندن، هل توافق على ما قاله، وخصوصا من أن محدودية الرد الأمريكي على الميليشيات مردها إلى أسباب عسكرية وعدم رغبة واشنطن الانزلاق نحو صراعات جانبية مع هذه الميليشيات؟ وإذا كان الأمر كذلك، إذا وافقت، هل هذا يعني أن إيران هي من تقود وتضبط الصراع في العراق بين الأمريكيين والإيرانيين؟ لا، أنا بشوف الوضوع بشكل مختلف، ومع تأييدي لمعظم ما تفضل به الدكتور. أولا ما ننتبه أنه النظام الإيراني صناعة غربية، وهذا الأمر متفق عليه، وأن النظام الإيراني له مهمة وظيفية في المنطقة، ومن أن أبقاء الشبح الإيراني وكأنه بعبع يخيف دول المنطقة مصلحة أمريكية كي تستطيع ابتزاز الأموال. يعني اليوم كما لبشار الأسد ونظام الأسد مهمة وظيفية ضمن الدول العربية، بدليل هذا الدعم المقطع النظير لهذا النظام، قيل لرئيس الأركان الإسرائيلي لماذا لم ترد على ضربات حزب الله في الجنوب اللبناني عام 2014؟ قال لو قمنا بالرد على حزب الله ستنتقل المعركة إلى سوريا، وإذا ما نقلنا المعركة إلى سوريا سنضطر لضرب قطاعات الأسد لأن هناك تداخل، وبالتالي سيؤدي إلى أسقاط نظام الأسد. أيضا في العراق، الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك القدرة، نرجع بالذاكرة العام 84 أو 86 عندما هددت البحرية الإيرانية قطعة أمريكية وأصابتها بأضرار، كان الرد الأمريكي خلال 72 ساعة تدمير 28 سفينة حربية إيرانية، وبالتالي القدرات الأمريكية موجودة، لكن لا توجد إرادة لدى أمريكا من دخول حرب مع إيران، لأن إيران لها مهمة وظيفية بالمنطقة، إيران لها مهمة تخدم الوجود الأمريكي، تخدم الاستراتيجية الأمريكية. وبالتالي أنا قلت منذ البداية طالما الوجود الإيراني إن كان حشد شعبي أو نظام البعث أو الحوثيين يبقى ضمن الخطوط الحمراء التي ترسمها الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يهم الرئيس كان جمهوري أو ديمقراطي، هون لا توجد مشكلة. أنما كما تفضل الضيف، عندما يتجاوز الخطوط قاسم سليماني يضرب ضربة قاتلة. اليوم مطلوب من إيران أن تبقى لا تستطيع، يعني اليوم شو سبب سحب صواريخ الباتريوت في قمة التصعيد الإيراني ضد دول الخليج، في قمة تصعيد الحوثيين بضرب مواقع داخل الأراضي العربية السعودية، تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بسحب صواريخ الباتريوت، وبالتالي اليوم هناك لعبة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم بالتدخل
عندما تجد من أن بعض خيوط اللعبة قد أفلتت من يديها، لكن بما تملكه أمريكا من قدرات جوية، من قدرات فضائية، من قدرات استطلاعية، من قدرات قيادية، من وسائل تسيير، قادرة على أن تلقن إيران درسا قادرة على أن تسقط نظام الأسد خلال 72 ساعة، قادرة على أن تخرج إيران من العراق خلال أقل من 3 أشهر. لكن هذا العمل لا يخدم الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي إيران تتطلع على الأفضل، لكن تبقى الضوابط الأمريكية من تحجب دورها. بمعنى أن كل الضربات الإسرائيلية وكل الضربات الأمريكية ليست غايتها إنهاء الوجود الإيراني، الغاية تحجيم الدور الإيراني وإبقائه تحت المنظار الأمريكي. طيب أعود إلى لندن، يعني بعد الفاصل دكتور فارس سنتحدث عن علاقة ما حصل بالمفاوضات النووية، لكن تمهيدا لهذا الحديث قد يسأل سائل بأنه بالرغم من تعقيدات الموقف التفاوضي الآن بين البلدين، بين أمريكا وإيران أو إيران والمجموعة الدولية 4+1، بالرغم من تعقيدات الموقف ومن قول فريق من الأمريكيين بأن أي تمادي في قصف الميليشيات المدعومة إيرانيا، الميليشيات العراقية الشيعية المدعومة إيرانيا، قد يهدد المسار التفاوضي ويعرقل تحقيق تقدم تسعى إليه واشنطن، بالرغم من ذلك قصفت وقتلت أكثر من 17 من عناصر الميليشيات. هل من تفسير لهذا فقط هو أن يعني تدافع عن هيبتها، أم ثمة حسابات أخرى يمكن أن تذكر في هذا المقام؟ لا طبعا هناك ارتباط مهم جدا ورئيسي بين ما تم وبين ربما الجولة المقبلة من المباحثات النووية في فيينا. الولايات المتحدة تريد أن تدخل هذه المفاوضات وهي تمتلك القوة اللازمة والهيبة اللازمة في التفاوض مع إيران، التي أيضا ربما أوصى الرئيس الجديد يعني بالتشدد في الجولة المقبلة من هذه المفاوضات. وبالتالي أعتقد أن إظهار القوة نوع من أنواع الضغط على المفاوض السياسي أو المفاوض في مؤتمر يخص اتفاق ما، وهذا ما حدث في ربما مناسبات كثيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أن توجه ضربة تشعر الآخر بحجم قوتها وقدرتها على بلوغ الأهداف ودقة بلوغ هذه الأهداف. وأيضا يعني عندما تقول أنه نحتفظ بحق الرد، هذا أيضا موضوع ربما تستخدمه الولايات المتحدة كتعبير لأول مرة، لكنه يعني الكثير وهو مختار أيضا بدقة وبعناية، أنها لا مجال زمني ولا مكاني لحدود الضربة ولحدود الرد متى ما أرادت واشنطن ذلك. المفاوضات بالتجربة يعني حتى في فبراير كانت الضربات لها علاقة بالمفاوضات النووية وأثرت تأثيرا ربما واضحا باتجاه أنه تقدم إيران بعض التنازلات والقبول لشروط أمريكية من أجل أن يتقدمون خطوة إلى الأمام في هذه المفاوضات. وأتوقع أتوقع شخصيا أن الضربات الأمريكية الحالية أو اللاحقة ستؤثر على مسار المفاوضات، وستقبل إيران بشروط ربما لم تكن لتقبل بها بدون هذه الضربات، وستتنازل عن بعض الأشياء التي كانت تطالب بها من أجل أن تمرر هذا المشروع وهذه المفاوضات باتفاق نووي جديد. في هذه النقطة بالذات دكتور فارس والمشاهدين الكرام، ثمة ما يقال بشأن المفاوضات وبأن هناك ربما يعني اتفاقات قد تمت بانتظار وجود إرادة سياسية للتوقيع على هذه القرارات، ثمة حديث كثير في هذا الجانب، نستكمل ما تبقى من هذه الحلقة بعد وقفة قصيرة. أهلا بكم عميد أحمد،
في ضوء التفاعلات السياسية إقليميا ودوليا، انتخاب رئيس إيراني متشدد، المفاوضات الجولة السابعة التي الآن ليس محددا متى ستنطلق، إلى أي مدى أو ما فرص امتداد هذا الصراع أو تصعيده أو حدود العمليات العسكرية الأمريكية أو حتى بالنسبة للميليشيات على الأمريكيين المتوقعة؟ يعني أولا من ناحية المفاوضات بالبداية خلينا ننتبه أنه كان هناك انقسام داخل الإدارة الأمريكية ما بين إدارة أوباما، يعني قسم ما قال يجب أن نفاوض على اتفاق جديد، وقسم ما قال لا نستطيع بل نعيد تحسين الاتفاق القديم، وإيران فرضت أن الاتفاق القديم فقط من يناقش. أيضا الإدارة الأمريكية كانت تريد أن تدخل في ثلاث ملفات في المفاوضات في فيينا: ملف النووي، ملف مشروع الصواريخ البالستية، وملف التمدد الإيراني والأذرع الإيرانية وتهديد استقرار الجوار. إبراهيم الرئيسي كان كلامه واضح، ومن قبله حسن روحاني، لن نفاوض إلا على الملف النووي والاتفاق القديم ما رفع كامل العقوبات. هلأ اليوم الإدارة الأمريكية أيضا تدرك من أن قدرات إيران على خلق حالة استنزاف للقوات الأمريكية في العراق وسوريا أمر موجود وتستطيع إيران القيام به، لذلك تحاول عدم التحرش. يعني اليوم واضح لا إيران تريد ضرب ضربات مؤثرة. يوم اللي قصفت قاعدة عين الأسد أبلغت الإدارة الأمريكية بموعد القصف، وحتى تتأكد من عدم إصابة أي جندي أمريكي وقعت الصواريخ فيه على جدران. وأيضا الإدارة الأمريكية مع نظام الأسد ولا مع الإيرانيين هناك عمليات يعني استباقية يتم إعلامه فيها. عندما قصف مطار الشعيرات من قبل ترامب أبلغت الروس قبل 3 ساعات، وقد تكون هناك الكثير من الضربات. يعني عندما يقال عبر الإعلام وبكل وضوح تم إبلاغ القيادة العراقية بالضربات، القيادة العراقية ما راح تبلغ ميليشيات الحشد الشعبي بموعد الضربات، وبالتالي هناك تبليغ، وبالتالي اليوم هناك انكفاء وهناك اتفاق مخفي أو متوافق عليه ألا تكون ضربات مؤثرة. يعني اليوم الأمريكان بيضربوا ضربة بيطلعوا على الإعلام يقطفوا ثمارة إعلاميا وسياسيا، أيضا تعطي مادة إعلامية للإيرانيين المتهالكين داخليا اللي عم يعانوا من حالات اقتصادية صعبة، من حالة اجتماعية صعبة، من حالة بين صفوف قواتهم وميليشياتهم صعبة، وبالتالي بيطلعوا اليوم نحن نقاتل العدو الأكبر والشيطان الأكبر. لكن بالمطلق لا توجد نية إيرانية لحرب مفتوحة ولكنها تسعى لحرب استنزاف، لا توجد نية أمريكية باستئصال الوجود الإيراني بل لتقليم أظافر وتحجيم الدور، لكن تبقى قدرة إيران على خلق نقاط عسكرية، وهذا ما تخشى واشنطن من أنه إحراز نقاط في مطار في كردستان، ضرب السفارة الأمريكية، ضرب قاعدة عين الأسد، ضرب بعض القواعد الأمريكية، تعطي قوة لإيران من أنها أهداف عسكرية تصرف على طاولة المفاوضات. لذلك تحاول الولايات المتحدة الأمريكية عدم خلق المبرر للقوات الإيرانية لتعميم الضربات والإبقاء على ضربات محدودة. إذن هناك توافق بين الطرفين أن تكون الضربات محدودة، لكن هذا لا يعني من أن الإدارة الأمريكية لا تستطيع أو لا تستطيع التأثير أو لا تستطيع الاستئصال. لكن أعود للقول هناك مهمة، هناك دور وظيفي، هناك مهمة وظيفية لإيران في المنطقة، في العراق، في سوريا، هذه المهمة تخدم الإدارة الأمريكية، لذلك عليها أن تبقى. أما الولايات المتحدة الأمريكية فهي قادرة في أي لحظة على حسم الموقف وقادرة بقلب الطاولة ساعة تشاء. نعم. على إيران. سأعود إليك دكتور فارس. حقيقة يعني ما شاهدناه ينطبق على المثل القائل يعني الطبل كان على الحدود السورية العراقية والعرس في الأروقة السياسية. بالرغم من هذا القصف المتبادل إلا أن الحديث الذي دار في الأروقة السياسية تمخض عن تأجيل انعقاد الجولة السابعة من مفاوضات فيينا إلى أجل غير معروف. سؤالي هو كيف يمكن أن تترك هذه العمليات التي شاهدناها قبل أيام بين الجهتين آثارها أو تداعياتها على الملف التفاوضي في المرحلة المقبلة؟ الكل يعلم من القوى العسكرية، استخدام القوى العسكرية سواء كضربات أو عمليات محدودة هي واحدة من أدوات الضغط لصالح المفاوض سواء كان أمريكيا أو غير أمريكيا، والجميع يعلم هذه المسائل. حتى بين الدول التي تريد أن توقف الحرب فيما بينها
تقوم بعد أن يحدد موعد اللقاء بين المفاوضين، تقوم إحدى الدولتين بأن تستثمر الوقت وتحتل مناطق حيوية من أجل أن تضغط على المفاوض خلال المفاوضات بتقديم ربما تنازلات أو الموافقة على وقف إطلاق النار. وهذا تم ربما في أماكن كثيرة، بعضها في الشرق الأوسط وبعضها عالمي خلال الحروب العالمية أو ما سواها. لذلك هذه ربما يعني لا تختلف عن بقية التجارب العالمية. أنا أعتقد أن الموضوع يتعلق يعني رؤية الجانبين إلى القضية برمتها، قضية من يعلو كعبه في هذه المنطقة. حتى وإن كانت إيران هي تعمل وفق نهج غربي أو نهج أمريكي إسرائيلي في المنطقة لتحويل العدو الأول بالنسبة للأمة العربية والإسلامية إسرائيل إلى عدو ثانوي مقابل عدو رئيسي أول هو إيران، وهذا ما رسخه الخميني. يعني الخميني الحقيقة جاء من أجل أن ينسف نظرية إسرائيل هي العدو الأول للأمة وأنها القضية المركزية، فبدأ بالعراق والبحرين ومن ثم اليمن وغيرها لتتحول الأنظار الآن. يعني الأمة العربية سواء يعني إذا بدأنا من تونس فمصر فالقيادة اللبنانية فربما القيادة الأردنية والسعودية وكل دول الخليج تنظر إلى إيران هي العدو الأول لتهديد أمن القومي للأمة العربية، في حين كانت قبل عام 1980 إسرائيل هي العدو الأول وهي التي توجه إليها كل الإمكانات من أجل تحرير الأرض المقدسة هناك. أعتقد أن الآن الرؤية مختلفة، يعني الولايات المتحدة تريد أن تلوي أذرعة الميليشيات والقوى التي تأتمر بأمرة إيران من أجل أن تطوعها، وبهذا أيضا تنبه إيران وتحد من نفوذها التي لا تريد أن تخسره في الاتجاه الذي تريده واشنطن وإسرائيل. في الاتجاه وهذا الموضوع حساس ودقيق. نعم. لو أذنت لي دكتور فارس، يعني أنت قلت في الاتجاه الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية، يعني أريد أن أسألك عن اتجاه التفاوض المتوقع، لكن لو أذنت لي ليس قبل أن أعود مرة أخرى وربما أخيرة إلى العميد أحمد في الاستوديو. يعني أنت قلت بأن أمريكا يعني تستطيع أن تستخدم قوتها للجم إيران أو لدفعها باتجاهات ما. متى يمكن أن تستخدم أمريكا هذه القوة المختزنة ضد إيران؟ وما حدود استخدام هذه القوة؟ كيف سيكون المظهر؟ يعني أولا من ناحية بس نقطة حول التأجيل، اليوم الجولة السابعة كان مطلب أوروبي ومطلب أمريكي، رغم أن إيران كانت تريد الوصول وحتى الآن ترغب بالوصول إلى اتفاق في عهد روحاني كي تترك فرصة للرئيس الجديد من التملص والمناورة من الاتفاق إذا كان في لحظة من اللحظات يريد التخلي عنه، بينما أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يكون الاتفاق في عهد الرئيس الجديد كي تحرج. هل تملك إيران أن تتخلى عن الاتفاق النووي؟ بمرحلة من المراحل ممكن مراحل. اليوم كل المعطيات بتقول أنه على بعد أشهر نحن من امتلاك إيران للقنبلة النووية. طيب أنا مهتم بأن أعرف منك، يعني لو أذنت عميد أحمد، يعني أنت قلت كلمة مهمة أنه أمريكا لديها القوة في المنطقة وتستطيع أن تستخدمها ضد إيران عندما تحقق لها مصالح استراتيجية. ما هذه المصالح الاستراتيجية التي قد تدفع أمريكا إلى استخدام القوة ضد إيران، وما حدود هذه القوة الممكنة؟ أول خطر ممكن يدفع الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام قواتها العسكرية عندما يتهدد أمن القومي، عندما يتهدد وجودها العسكري، عندما يتهدد مصالحها في المنطقة بالدرجة الأولى. اثنين، عندما تريد ابتزاز دول المنطقة وعقد صفقات تسليح وعقد اتفاقيات، هي تحتاج لشبح يستطيع أن يغير. يعني زيارة لترامب للخليج رجع ب 400 مليار دولار، لولا الوجود الإيراني ما كنا شفنا، يعني ما كنا شفنا كل هالصفقات هذه. اثنين، عندما يتهدد الوجود الأمريكي، يتهدد وجود الجيش الأمريكي، تكون هناك خسائر. وأنا أعتقد المرحلة القادمة، يعني عندما قال إدارة بايدن من أن المرحلة القادمة في المفاوضات ستكون مفاوضات مع ضربات، بمعنى أن هناك اتفاق تم التوافق عليه ما بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، إذا لم ترضخ الإدارة الإيرانية لهذا الاتفاق سيكون هناك تصعيد.
أما بالقدرات العسكرية فأنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك ميزانية واسعة، نحن نتحدث عن 750 مليار دولار ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، بينما اليوم إيران تعاني من قدرات عسكرية متهالكة، تحاول أن يعني تقدم نماذج من أسلحة تبين من أنها طائرة التي قدمتها تبين أنها طائرة F-5، ومن أن معظم الصواريخ التي تطلقها لا تملك الدقة العالية باستثناء القليل منها، وبالتالي لا توازن بالقدرات العسكرية. لذلك أنا أعتقد أن المرحلة القادمة إذا ما استمرت إيران على نفس النهج على نفس الطريقة من المماطلة، من أن هناك قرار إسرائيلي أمريكي بضرب إيران بدليل أن إسرائيل اليوم أدخلت إلى القيادة الأمريكية في المنطقة الشرق الأوسط وأصبحت عضو فاعل. بمعنى ما معنى ضرب إيران، قرار إسرائيلي أمريكي ضرب إيران، ما معنى هذا؟ اليوم هناك توافق أمريكي إسرائيلي من أن إيران إذا ما اقتربت من إنتاج القنبلة النووية ستكون هناك ضربة. الحرب السبرانية التي تتم اليوم، تم إغلاق 34 موقع بس إعلامي لميليشيات حشد وميليشيات إيرانية منذ أسبوع أو 10 أيام. نعم. وبالتالي اليوم نجد من أن هناك عملية زعزعة للوجود الإيراني، بدأت بالحرب السبرانية التي لا يمر أسبوع إلا هناك ضربة داخل محطات إيران ومعامل إيران، بدأ من أن هناك ضربات في الخليج، اليوم هناك دمرت قطعة بحرية منذ حوالي 3 أسابيع. وبالتالي أنا بعتقد اليوم إيران تدرس هذه المواقف كاملة، والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تراقب عن كثب. نعم. أنا أعتقد المرحلة القادمة هي مرحلة تصعيد مع إيران إذا ما رضخت للاتفاق. نعم. المتوافق عليه أوروبياً أمريكياً. طيب دكتور فارس، يقول ضيفنا هي المرحلة المقبلة مرحلة تصعيد، وربما نحن نسألك أن المرحلة المقبلة هي ربما مرحلة انتظار لتمخض نتائج هذه العمليات المتبادلة عسكرياً على المفاوضات. سؤالي هو في أي اتجاه تفاوضي ستسير الأمور فيما يتعلق في الجولة السابعة في فيينا المفاوضات النووية؟ في أي اتجاه تفاوضي؟ هل هي تسير نحو انفراجة أم نحو مزيد من التعقيدات بعد هذه العمليات؟ نعم، أنا أريد أن يعني أجيب عن هذا التساؤل بعدة أوجه بعدة أسهم. السهم الأول المباشر أن مراجعة تعهد الرئيس الأمريكي خلال مقابلته لرئيس الكيان الصهيوني الإسرائيلي في البيت الأبيض قبل ربما أسبوع من الآن، عندما قال لن تحصل أو لن تنتج إيران سلاحا نوويا في عهدي مطلقا، وهذا عهد من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأقوى والأولى في العالم في القدرة العسكرية وفي الإمكانيات الاقتصادية وغيرها. هذا التعهد هو ليس عبثي وإنما هو حقيقي، يغطي مخاوف إسرائيل ويغطي أيضا مخاوف الغرب بشكل عام من امتلاك إيران لسلاح نووي. إيران تحاول من جهتها أن تستخدم الطريقة الأفغانية، طريقة طالبان، في الضغط على القواعد الأمريكية وإثارة رعب هذه القوات وتكبيدها خسائر بشرية، المهم هو الخسائر البشرية، من أجل أن تصل إلى طريق ربما مثلته قطر في لحظة ما عندما احتضنت المقاومة الأفغانية مع القيادات أو بعض القيادات الأمريكية بطلب أمريكي لإجراء مفاوضات. نعم. من أجل إنهاء القضية الأفغانية، وهذا ما تسعى إليه حقيقة إيران عن طريق ميليشيات الحشد الشعبي والحرس الثوري الإيراني المتواجد في العراق. وهذا الموضوع موضوع مهم جدا ودقيق جدا، لأنه ينفذ بدقة وينفذ بأنات، يعني على عكس همجية بعض فصائل الحشد الشعبي هم ينفذون هذا الموضوع بدقة وبأنات، يعني لم يردوا على الضربة الأمريكية ولم حقيقة يوجهوا أيضا تهديدات في هذا الجانب باسم إيران. إيران الحقيقة ليست قوة ضعيفة، إيران قوة كبيرة في المنطقة، إيران تمتلك صناعة عسكرية متقدمة، ربما اهتزت بعض الشيء بسبب العقوبات الاقتصادية، لكنها قوة مؤثرة، تمتلك أيضا قوة بشرية هائلة من حيث القوات المسلحة النظامية والحرس الثوري. نعم. الإيراني، ولذلك لا أحد يريد أن يدخل في صدام مع إيران، خاصة دول المنطقة التي تتأثر بشكل سلبي. أما إسرائيل والولايات المتحدة فهذا الموضوع موضوع حيوي بالنسبة لهم، موضوع السلاح النووي، ما عدا ذلك لن تتأثر واشنطن بأي تقدم
في الصناعة العسكرية الإيرانية. وهذا الموضوع الحقيقة أنا أريد أن أقول في نهاية حديثي أن العراق يمثل جزءا حيويا من الأمن القومي الأمريكي. ليست قطر وليست المملكة العربية السعودية حاليا بهذا الوصف، لكن العراق الآن يمثل جزءا حيويا من الأمن القومي الأمريكي، والحفاظ عليه جزء من مهمات الرئاسة الأمريكية أيا كان رئيسها. أشكرك شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفينا الكريمين في الاستوديو، العميد أحمد رحال المحلل العسكري والاستراتيجي، وعبر سكايب من لندن الدكتور فارس الخطاب الباحث السياسي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، دمتم في حراسة الله.